تحية طيبة لكم أعزائنا، أهلا وسهلا بكم في قناة حياتنا وورد لايف. درسنا لليوم هو الدرس الخامس والأخير من الوحدة الرابعة في مادة العربية لغتي لطلاب الصف العاشر. نرحب بكم جميعا أعزائنا. بالنسبة للشروحات القواعد خاصة، كل الشروحات رح تكون في عند شرح وحل أسئلة كتاب الطالب، يعني هون بس مجرد تمارين بسيطة، بس منحل هذه التمارين من دون أي شروحات كثيرة. في الموضوع الأول رح نتحدث بالبداية عن مصادر الأفعال الثلاثية. كلياتنا بنعرف الأفعال الثلاثية، هون بيحكينا قد يكون للفعل أكثر من مصدر عادي، ونتأكد من ذلك من خلال العودة إلى المعجم. كلياتنا بنعرف المعجم، زي بيكون زي الديكشنري، معجم اللغة العربية، من خلاله نحن ممكن نلاقي أكثر من مصدر لفعل واحد، فما في مشكلة وما بنحس إنه في إشي غلط. طيب فلنختار الآن المصدر الصحيح لكل فعل مما يأتي. يعني شو مصدر كلمة شرح؟ شرح شرحا، يعني أنت لما تحكي عن شرح الدرس شرح شرحا، مش انشراحا ولا تشريحا. طيب الفعل الثاني نال نيلا، ما بنحكي نال منالا أو نال نولا، لا، نال نيلا. هبط، المصدر هو هبوطا، هبط هبوطا. وخدع، الفعل هو خداعا، خدع مصدرها خداعا. طيب فلنذكر الآن مصادر الأفعال المخطوط تحتها خط ذهب الذين أحبهم. هلا الفعل اللي أمامنا هو الفعل ذهب. ذهب شو مصدرها يا عاشر؟ ذهب ذهاب. وبقيت من بقي، يعني بقاء. طيب طبعا هذا بيت شعري، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. طيب المثال الثاني هو طاف الحجاج حول الكعبة، الفعل هو طاف. طيب لما نحكي طافوا الحجاج ايش بنحكي؟ طوافا، طاف طوافا، طاف طوافا. طيب ما مصادر الأفعال الآتية ونستعين بالمعجم إن لزم الأمر؟ يعني في أشياء صعب نحن يعني أو مش متأكدين من معلوماتنا، دغري بنروح على المعجم ونتأكد منها. يعني فك هو الفعل، بدنا نأخذ المصدر، فك فكا، خاف خوفا، نزع نزعا، دار دورانا، وعلم علما. طيب سؤال الرابع، نصنف دلالات المصادر الثلاثية الآتية وفق الجدول الآتي. هلا هون نحن بدنا نحط كل كلمة من هدول في الفراغ، يعني يا بتكون الكلمة كل واحدة من هدول إشي يدل على حرفة، على مهنة، يعني إشي بدل على حركة، بدل على داء مرض، يعني يدل على صوت، يدل على لون. فإذا كل كلمة من هدول بيكون عم بدل على إشي معين. طيب شو هو الإشي اللي بدل على حرفة؟ في عنا كلمة صياغة مثلا، صياغة تدل على حرفة، يعني صياغة الذهب هاي تدل على مهنة. النجارة برضو تدل على مهنة أو حرفة. الدوران من اسمه دوران، يعني عم بدور، يعني في حركة، ما دل على حركة. النعيق هو صوت، النعيق منحطه هون. الكزاز هو مرض من الأمراض، داء يعني. الثغاء هو برضو صوت، صوت أحد الحيوانات، بجوز أعتقد للبقرة. الهديل، هديل الحمام، هديل برضو يدل على صوت. السمرة لما نحكي عن سمار واحد شخص معين، السمرة تدل على سمارة البشرة، فبالتالي هي تدل على لون. الصياح، صياح الديك يدل على صوت. الرياضة هي أيضا تدل على حرفة، تمام؟ ممكن تدل على حركة كمان، اللي حاب يحطها بالحركة عند الحركة ما في مشكلة، تمام؟ وأعتقد الرياضة أنسب أنها تكون عند الحركة. طيب ننتقل إلى السؤال اللي بعده. اقرأ أو أقرأ المادة العجمية رافع من لسان العرب ثم نجيب عن الأسئلة التي تليها. هلا هاي المادة أخذت من معجم اسمه لسان العرب. رفع في أسماء الله تعالى الرافع، يعني الرافع هي من اسم من أسماء الله تعالى، هو الذي يرفع المؤمن بالإسعاد وأولياءه بالتقريب. والرفع هيو هذا أول مصدر، الرفع هو ضد الوضع، رفعته فارتفع، فهو نقيض الخفض في كل شيء، يعني عكس الخفض.
رفعه يرفعه رفعا، هاي رفعا اللي نفس هذا المصدر، والرفع هو رفاعة وارتفع، فإذا هاي رفاعة هي مصدر ثاني، هاي المصدر الثاني تمام، رفع رفاعة. طيب هلا الرفاعة من رفعة. طيب ويقال جاء زمن الرفاع، الرفاع والرفاع والرفع إذا رفع الزرع، والرفاع والرفاع اكتناز الزرع ورفعه بعد الحصاد، ورفع الزرع يرفعه رفعا ورفاعة ورفاعا، نقله يعني من الموضع الذي يحصده فيه إلى البيدر، وبرق رافع يعني ساطع، ورجل رفيع الصوت يعني شريف. لما نحكي عن شخص إنه صوته رفيع، مش إنه صوته رفيع، بيكون رفيع الصوت يعني بيكون شريف، ورفع رفعة، هاي الرفعة كمان المصدر الثاني لرفعة. شو يعني رفعة؟ يعني ارتفع قدره. لما نحكي عن إنسان والله لقد ارتفع رفعة أو رفع رفعة، يعني بيكون قدره مكانته عند الناس ارتفعت. ورفاعة الصوت ورفاعته بالضم والفتح يعني جهارته. ورجل رفيع الصوت يعني جهير، تمام؟ رجل رفيع الصوت يعني بيكون جهير، مع انه هاي غير، رجل رفيع الصوت هون بيكون معناها شريف. طيب المهم هلا بدنا نعرف انه في عندي الرفع او الرفع اللي هي من مصدر رفع، وفي عندي الرفاعة او رفعة، التنتين هدول لا الفعل رافعة، يعني عندي فعلين، رفعة مصدرها رفع، والرفعة مصدرها رفاعة او رفعة. طيب بدنا نوظفهم في جمل من عنا، يعني حطوا جمل. نحكي مثلا رفع ابي اخي رفعا مضحكا مثلا الى الاعلى، هاي مضحكا. تزيد المعارف والثقافة من رفاعة الشخص، مثلا ممكن نحكي كمان الدين والعلم يزيد من رفعة الأمة. هون التقييم الذاتي أعزائنا لإلكم، تختاروا المؤشرات الأداء لما تشوفوا حالكم شاطرين وماشي أموركم في كل النواحي. طيب موسيقى لغتي وإيقاعها، خلينا نشوف الموسيقى باللغة. في عندنا شغلة اسمها الشطر الأول والشطر الثاني، أو نسميها صدر البيت وعجزه. خلينا نشوف شو المقصود في صدر البيت وعجزه. هلأ دايماً البيت الشعري كلياتنا بنعرف يعاشر انه يتكون من قسمين، قسم بيكون على اليمين وقسم بيكون الجزء الثاني منه على الشمال، يعني فيه زي مسافة صغيرة بالنص. فمثلا هذا البيت الشعري لعبد الكريم الكرمي وهو شاعر فلسطيني بيحكي: نعود مع العواصف داميات مع البرق المقدس والشهاب. هلأ هذا الجزء الأول اللي على اليمين يا بسميه شطر أول أو بسميه صدر البيت، هذا بسميه صدر، صدر البيت، إنه جايب المقدمة. الجزء الثاني منه بسميه عجز البيت أو بسميه الشطر الثاني. إذا في عندي شطرين، الشطر الأول والشطر الثاني، يا بنسميه صدر البيت وعجز البيت. إذا يا بنحكي شطر أول وشطر ثاني، أو بنحكي صدر البيت أو عجز البيت، صدر البيت وعجز البيت. طيب خلينا نشوف أمثلة ثانية على هذه الأبيات الشعرية ونقرأ. يقول ابن زيدون وهو شاعر أندلسي: لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا، إذ طالما غير النأي المحبين. هذا الأول اسمه الصدر، هذا اسمه العجز. طيب الثاني يقول أبو فراس الحمداني شاعر عباسي: ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذ اقتنعت فكل شيء كاف. هذا هو الصدر وهذا هو العجز. هلا هون هو طالب مني أني أنا أحدد وين صدر البيت الأول، هذا البيت الأول. الصدر هو الجزء الأول أو الشطر الأول اللي هو: لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا. طيب عجز البيت الثاني، هذا البيت الثاني اللي تحت، بدنا نأخذ العجز يعني هذا الجزء اللي هو: فإذا اقتنعت فكل شيء كاف. يعني هون بس مجرد فكرة بسيطة نتعرف فيها على وين الشطر الأول أو الشطر الثاني، أو ما هو صدر البيت وما هو عجز البيت. بالنسبة للتقييم الذاتي بدنا نقرأ بيت الشعر قراءة سليمة، لازم نحدد الشطرين تحديدا صحيحا، وأن نعين كل من الصدر والعجز في الأبيات تعيينا دقيقا.
نحن بهيك أنهينا وحدتنا الرابعة بجميع محتوياتها. لا تنسون في كثير فيديوهات ثانية موجودة كلها على قوائم التشغيل عندنا على قناتنا الرسمية على اليوتيوب. بتكبسوا على قوائم التشغيل وبتختاروا الصف العاشر، وبتختاروا أيضا من القائمة الفيديوهات اللي بدكم إياها، والأحدث دائما بيكون موجود في أسفل هذه القائمة. كمان بنحب نذكركم إنه في عنا شروحات من الصف الأول إلى الصف العاشر ولكل المواد، وأكيد لكل المناهج الجديدة التي تم تحميلها جديدا طبعا من العام 2024-2025، وكثير في نماذج امتحانات جديدة وقديمة أيضا كلها متوفرة على قوائم التشغيل. وعندنا شروحات حصرية لمادة اللوك والكلوز اب للي حاب يبعث لي إيميله على الجيميل عشان أفعل له هذه الفيديوهات. نشكركم أعزائنا طلاب الصف العاشر، واقتربنا من نهاية هذا الفصل. كل عام وأنتم بألف خير، وإلى اللقاء.